ذات الحياة تقدم بالخط العريض. مساء الخير، مساء السعادة والتفاؤل. حلقة جديدة بالخط العريض. الخط العريض فيها هو حضراتكم كالعادة. ضيفي النهاردة صاحب أشهر نظرة عن التحرش في تاريخ السينما المصرية، لكنه بيحترم المرأة ويدافع عن حقوقها، مثقف حقيقي وصاحب رصيد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية. تنك على حسب قوله، لكنه شديد التواضع. بدأ طريقه الفني في بورسعيد وسط أسرة فنية كانت نشأته، وفي بيئة ثقافية تكونت أفكاره. دخل الوسط الفني بالصدفة، أحب المسرح وبرع في السينما. دخل المقاومة الشعبية في شبابه وعاصر نجوم كبار جدا خلال مسيرته الفنية. إنه صديق المغتصبون وعدوهم، تألق مع سواق الأتوبيس وحفر اسمه بقبضة الهلالي، وأحبه الجمهور في رغدة متوحشة باعتباره الحريف الذي لم يقع في بئر الأوهام. ضيفي النهاردة النجم الكبير حمدي الوزير. خلوني أرحب في البداية بالنجم الكبير حمدي الوزير. أهلا بيك، منورنا ومشرفنا بالخط العريض. اهلا وسهلا بيك وشكرا، شكرا على الاستضافه. اولا الحمد لله على السلامه. انا عارفه انه ده اول ظهور لحضرتك واول خروج يمكن من بعد اجراءك عمليه جراحيه دقيقه في القلب. عايزين نطمن عليك. يعني انا الحمد لله، هي كانت فتره صعبه جدا، لان بالنسبه لي كانت مفاجاه، وكنت اول مره اعمل جراحه في حياتي، وكل الحكايه في ساعتين كده، بقيت جوه العنايه المركزه وانا مش عارف اي حاجه في الدنيا. ايه اللي حصل يا استاذ حمدي؟ لا يعني سريعا، انا مش عايزك تسترجع. هي ملحمه، مش يعني مش بحب اجيب سيرتها قوي يعني، انما هي يعني حاجه، لو ما كانش ربنا عطيني الحمد لله القوه وان انا حافظت على جسمي طول حياتي، وما فيش اي تدخين، مبطله من بدري قوي قوي قوي، وانا بالمناسبه بتمنى ان كل الناس تبطل تدخين يعني. لولا ان انا عايش بشكل صحي جدا كان زماني باي باي يعني. بس الحمد لله اللي ساعدنا على الاستشفاء دوت، ان انا محافظ على نفسي يعني. فانا الصبح عادي جدا لقيت نغزه كده في جنبي، قلت تكييف حاجات كده يعني. فصديق ليا دكتور قال لي ما تيجي نعمل نشوف الكلى. فرحت مركز الكلى، عملوا لي اشعه، قالوا لي لازم ننقلك على مستشفى على العنايه المركزه، في احسن المستشفيات يعني. عنايه مركزه يعني. فانا فكرته بيهزر. هربت منه. والله هربت طبعا، وما قلتش. لا لا بقى، وانا في الطريق كده البيت كلمت الدكتور خالد وهبه، صديق دكتور استاذ، فقال لي تعالى لي مستشفى السلام معاك. رحت مكمل على مستشفى السلام، قال انا احجزك النهارده. نعم يا خبر. قال لي في مشكلة، ما اعرفش في شريان الاورطي ايه. قلت له ما اعرفش الكلام. قال لي انا قلت له هروح. قال لي لا مش هتروح. حجزني فعلا. وبعدين عملوا تحاليل وعملوا اشعاعات في العنايه المركزه وبتاع، راح ناقلني على عين شمس التخصصي. دي بقى الحكايه بقى. ودخلت العمليات؟ دخلت العمليات. اللي هرب بقى من المستشفى ده دخل العمليات بالسهل ولا طلعت عين الدكتور؟ والله لا، انا تعبتهم معايا حقيقي. تعبت عشان كده بتجيبي لي السيره ديت، لكن كل اللي يهمني ان اشكر الاطباء المصريين حقيقي حقيقي. انا مهما قلت لازم يوصل لهم امتناني وشكري للدكتور محمد رزق قوي، شيء عبقري، شيء مصري عبقري يعني. الدكتور عماد حسين، الدكاتره اللي اقول عليهم دول لهم، الاستاذ الدكتور عمرو حلمي طبعا. واخرين كتير كتير كتير. انا بحمد ربنا ان رحلتي ما راحتش اونطة، والتضحيه ما راحتش اونطة، لكن حب الناس ده صحيح رصيد لا يقدر باي ثمن في الدنيا يعني. وده اللي حصل بالنسبه لي، لان كل حاجه زي الحلم كده يعني، حصل شويه مشاكل كده توتر الناس اللي حواليا، وفجاه تتحل من غير اي مجهود. ودخلت العمليات والحمد لله انت دلوقتي كويس. سبع ساعات حضرتك، سبع ساعات، سبع ساعات. انا مش عارف اعدي ازاي كل الحكايه اللي انا فاكره، ان هم واخديني على اوضه العمليات. انا مزعج بالنسبه لنفسي، انا ما بحبش ابقى ضعيف قدام الناس، فانا شايف ناس حواليا ودكتور البنج واقف بيرحب بيا يعني. لكن اضطريت اتماسك.
استعار طبعا يعني. أيوة. لغايه بعد كده بعد ما عملت العمليه قال لي اسرع مريض نام في الدنيا. قلت له ازاي يعني؟ قال لي عاده بنقول له عد، يعد 8 7. قال لي انت عديت 2 ورحت وسافرت. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. قوي 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 الحمد لله قوي. سلامتك ودايما في احسن صحه واحسن حال، وانا بشكرك ان انت قبلت وجودك معانا النهارده بالخط العريض، واول خروج ليك من البيت بعد استشفائك. ده انا اللي بشكرك جدا 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 جدا، وبشكر قناه الحياه لان انا عرفت انهم ذاعوا الخبر بشكل كويس، وكمان عرفت انهم ذاعوا بعض من اعمالي. متشكرين قوي. انت استاذ كبير ونجم كبير، احنا بنحبك ونقدرك جدا. شكرا. وخليني بقى يعني الحمد لله احنا طمنا الجمهور عليك وطمنا عليك، عايزين نعرف حمدي الوزير يعني الخط العريض في حياتك مين اللي كونه؟ ابويا وامي. مش هقول بابا وماما لان انا كنت بقول لهم بابا وماما طبعا، بس ابويا وامي، لان البيت او الانسان هو ابوه وامه. سيبك من يعني لما بيقولوا له استاذك مين اقول لهم استاذي ابويا، استاذتي أيوة. امي، لان ابويا علمني ازاي اكون بني ادم، ابويا علمني ازاي اكون بحب بحترم ذاتي، ابويا علمني ان انا اكون مرفوع الراس، امي علمتني هذه الاشياء برضه. فهم دول تكوين حمدي الوزير. هقول لك على حكايه ابويا وابويا ده. كنت انا طفل، كان في عندنا في بورسعيد، انا من بورسعيد اصلا طبعا، افتخر يعني، في متحف الحربي. ايوه. وانا عيل صغير واخدني، ودايما كان يحب يخليني انجزه، فاخدني فرجني على المتحف الحربي ده، كان شخصيه عامه الله يرحمه في بورسعيد يعني. فالراجل مدير المتحف بيقابلنا، فبعد ما اتفرجنا وخرجنا قال لي حمود، كان دايما يقول لي حمود انا زعلان منك. قلت له ليه؟ قال لي وانت بتسلم على الاستاذ فلان مش فاكر اسمه انا؟ قال لي كنت بص في الارض، بتسلم على حد بص في عينيه. تفاصيل مهمه جدا، هي دي الدرس الحقيقي في الحياه، ان لازم، وده على فكره كنت بعلمه الاولاد اللي كنت بخرج لهم يعني، انك كل واحد في الصاله لازم يحس انك انت بتبص له. فده درس مهم جدا. طب عايزه اعرف بقى وقت ما قررت تتجه للفن قلت لهم القرار ازاي؟ والله برافو عليك، انا مبسوط بيك قوي. انا مبسوطه ان حضرتك موجود. ربنا يخليك. انا كانت كل حياتي الكوره. الكوره يعني كان ممكن تبقى لعيب كوره دلوقتي؟ انا لعبت كوره فعلا لغايه 19 سنه وانا لعيب كوره. ايوه. بس مش في الفريق الاول، كنت في الناشئين يعني في النادي المصري، وزمايلي كلهم ما شاء الله عليهم نجوم دلوقتي يعني. مين كان زمايلك؟ محسن صالح. كان عبود الخضري، كان سمير الغزناوي، كان جاء بعد كده عليا مسعد نور، شله كده كلهم نجحوا يعني في الكوره. في الكوره. يعني ولا إيه اللي خلاك كان ممكن تنجح في الكوره؟ رحت للتمثيل ازاي؟ لا انا كنت لعب جامد على فكره، ما زلت بلعب بس قبل العمليه يعني. ما قلت لهم لازم العب كوره، انا قلت للدكتور العب كوره، قال لي مش دلوقتي. استنى شويه ونلعب ماتش. لا كويس. بلعب فعلا يعني، المهم يعني بلعب مع الاولد يعني. فكان كل حياتي الكوره يعني، لغايه ما لقيت خارج من الفصل في المدرسه الاعدادي، ثانيه اعدادي بالتحديد، رايح تمرين الكوره، فلقيت ناس صحابي بيمثلوا في الحقوق في الهول بتاع المدرسه، فانا اصدقاء قوي يعني، فانا قاعد اتريق عليهم، والمخرج قاعد بصص لي كده، المفروض يضربني يعني او يطردني، قاعد يبص لي كده. قال لي تعالى تعالى، الله يرحمه اسمه الاستاذ نصر الدين الغريب، ده كان مخرج، مش هو ما كانش مدرس في المدرسه، هو كان جايبينه من بره. بس لو تعرف المسرح المدرسي زمان كان حاجه جامده طبعا، يعني لازم تقدم مسرحيه عالميه، لازم تقدم مسرحيه باللغه العربيه، يعني شيء عبقري يعني. ايوه. قال لي مش عايز تمثل. وكانوا بيجيبوا مخرج مسرح حقيقي يجي للطلبه. طبعا. فقلت له مثل ايه يا عم وبتاع، المهم رحت. قال لي طب روح التمرين بتاعك، انت رايح فين؟ قلت له طب روح التمرين وتعالى. طبعا انا رايح مش في دماغي ارجع. ايوه. رحت عملت التمرين وما اعرفش ايه، ولعبت ماتش كوره ثاني وحاجات كده، بس ما تعرفيش ايه اللي خلاني رجعت ثاني على المدرسه. ما خرجتش المدرسه الا انا بطل ثلاث مسرحيات وان اكت بلاي. وبدات حبيت التمثيل في المدرسه. ده انا كمان طلعنا الاول في المدرسه في حاجه اسمها القناه، محافظه القناه يعني. ايوه. وبعدين جينا على دار الاوبرا القديمه. ايوه. القديمه. مين بقى بيحكم؟ الاستاذ عمر حريري. يا الله. الاستاذ صلاح منصور.
يا خبر. الأستاذ محمود السباح. بس حضرتك وانت في السن الصغير كنت عارف انت قدام مين ولا؟ كنت بشوفهم في بسمع عنهم يعني في السيما، بشوفهم في السيما دول. انا لسه الاستاذ عمر الله يرحمه حبيبي مره قلت له فاكر يا استاذ عمر؟ مش عارف. قال لي انا مش فاكر بس انا كنت بحكم. الله الله، صار انت فعلا راجل متوسط جدا جدا، لان انا طلعت الاول. خدت جايزه في التمثيل ده. خدت جايزه. ومن هنا بقى بدات الحكايه بقى. قلت خلاص بلا كوره بقى، بلا اي حاجه ثانيه، ولا اتعلمت حاجه. لغايه ما خدت ما اعرفش، وخارج برضه من التمرين، فماشي في الشارع رايح بيتنا يعني. احنا عندنا بورسعيد ما فيش مواصلات وما فيش عربيات. كلها مش بلد صغيره يعني. فلقيت قصر الثقافه منور. قلت لهم ايه ده؟ قالوا قصر الثقافه. دخلت لقيت ناس بتعمل بروفا، منهم الاستاذ محمود ياسين يعني، الله يرحمه. الله يرحمه الاستاذ الكبير. وناس كتير كده، وانا قعدت في اخر كرسي جنب باب المساحه. لقيت واحد واقف كده داخل من الباب، بص لي كده قال لي انت قاعد كده ليه؟ انت عايز تمثل؟ قلت له الاستاذ ده طبعا معروف في المؤسسه الثقافي كله. فخدنا طلعنا مين هو؟ هقول لك عليه. خدنا طلعنا على المخرج، كانوا بيعملوا بروف الترابيزه يعني. كنت احد ابطال مسرحيه اسمها القضيه بتاع الاستاذ لطفي الخولة الله يرحمه. الله يرحمه. واخراج الاستاذ عباس احمد، اللي هو بداياتي كانت معاه يعني. الاستاذ اللي خدني ده كان الاستاذ الفنان التشكيل الكبير قوي الاستاذ عز الدين نجيب. كان مشرف على انشطه في الثقافه وكده. فكهنا وبدا حبك للتمثيل. لا، بدات رحله. طب رحله كبيره، وقبل ما تجري وتهرب في عربيه الجرايد من بورسعيد للقاهره. حلو. في الفتره دي عملت كده ازاي؟ وايه اللي خلاك تهرب؟ مش ههرب، ما انا معيش فلوس. ولو قلت لابويا هيقول لا. فكنت بقى ايه، انا عرفت ميعاد عربيات الجرايد. زمان كانت الجرايد دي بتروح في عربيات، يفوت على اسماعيليه والقنطره، وبعدين يوصل لبورسعيد وينزل جرايد ويرجع مرتجع. فانا اساعده. اشيل بقى شيال يعني، اساعده ينزل بتاع عشان ما ادفعش فلوس. هروح القاهره عشان اتفرج على مسرحيه، هروح سور الازبكيه، احضر المنتديات الثقافيه كلها الحمد لله يعني. المسارح دي وانا عيل صغير كنت اعمل ده وارجع بلدنا بس. حدوته يعني. لكن في مره انت رحت القاهره وما رجعتش تاني. لا، قبل ما نوصل لها بقى. وانت في بورسعيد وعندك حلم التمثيل، والتمثيل دايما الحقيقه بيسيطر جدا على الفنان. انا ما كانش عندي حلم التمثيل، كان عندي حلم الاخراج وانا صغير. ان انا ابقى مخرج. ما احبش يعني كنت بستهيف الممثل. كنت تشوفها حاجة بسيطة. لا، المخرج عشان الناس أأمر الناس. يعني الحقيقة يعني أنا قلت في المقدمة إن حضرتك معروف عنك إنك تنك. فأنت بتثبت لي اللي أنا قلته. لا، وأنا أنا فعلا تنك، بس تنك على مين؟ على مين؟ ما هم زعلوا مرة مني، قلت له بقولوا تنك، قلت لهم أنا أكبر تنك في مصر، بس المهم على مين؟ إحنا عارفين أي مجتمع يا جماعة، في ناس بتعتبر بساطتك نوع من الضعف. وفي ناس تنه هي تنك اصلا، فلازم تتنك عليهم. انما الناس البسيطه الجميله المحترمه انا ببقى اقل منهم بكتير قوي قوي. لما احس ان انا قدام قيمه يعني. فبدليل ان انا الحمد لله ما فيش مفكر في مصر، ما فيش حد مثقف في مصر، ما فيش حد محقق في مصر، الا ما الواحد بيحترمه ويقعد تلميذ قدامه. انا تلميذ قدام الناس دي على فكره. انما التناكه مع الهايف لازم ابقى تنك طبعا. طب قبل ما اجري على المرحله اللي مشيت فيها من بورسعيد للقاهره وما رجعتش تاني، وقابلت صلاح جاهين وهتحكي لي ازاي، كان في مرحله المقاومه الشعبيه دي اهم كتير مرحله. ما يعرفوش ان حمدي الوزير كان عنده مرحله نضال كده. لا، مين اللي قال؟ ما يفخر بيه يعني. بفخر بيه جدا. مين قال؟ ما اعرفش. ده موضوع كبير قوي قوي قوي، بس فعلا ناس كتير تعرفه وناس ما تعرفوش. بعد يعني انا اقول لك 67 انا جيلي كله، مش انا بس، كل جيلي من النساء والرجال كنا شال الليله زي ما بيقولوا بالبلدي كده. لان في فتره الصبا والشباب بلدنا اتهزمت 67. فانا في الفتره دي
الدولة يعني عملت تكوين سلمتنا سلاح. أيوة. سلاح آلي نص آلي ده. ونزل الجيش المصري علمنا على حمل السلاح. فأنا قررت أعمل فصيلة مقاومة شعبية جنب بيتي. أنا وبعض أصدقائي يعني. عملنا وحفرنا خنادق. وإنما في بعض التجاوزات حصلت فلموا مننا السلاح تاني. أنا بقى ما ضايقت بصراحة. حضرتك كنت في سلاح إيه؟ لا مفيش ده مفيش كنت ده انا مدني ده انا لسه مدني عادي يعني. لسه ما كنتش دخلت الجيش. لا 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 ما لسه جاي لك اهو يعني. فلموا مننا السلاح بعد ما كنا عاملين فصيله وبنحاول نعلم الاصغر مننا لان كان معانا ضباط بيشرفوا علينا يعني. ايوه ضباط صغيرين يعني. وبعدين لقيت نفسي منضم لحاجه اسمها منظمه سينا العربيه. كل الفصائل اللي قلت لك منظمه سينا العربيه ودي طبعا حاجة في تاريخ المصري المشرف. أيوة. شيء أنا بعتبره يعني تاج على راسي يعني. المهم ما لموا مننا السلاح فما بقتش عارف أعمل إيه. وفي ناس شهود على كده أحياء معايا موجودين يعني. أيوة. فأنا في البيت كده صدقيني يعني كنت يعني قلبي بيبكي يعني. فسمعت عبد الحليم حافظ. أيوة. وده الفن دوره الفن المحترم ودوره في النشأة. صحيح. عبد الحليم حافظ بيغني إيه؟ في الراديو. فدائي 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 افضل والله. والله قلت انا هروح الجيش بكره. ده اللي خلاك تقرر تتجند وقالوا لك انت صغير. مش صغير كان لي اخ في الجيش. المهم كان ليك اخ في الجيش. المهم ليا صديق اسمه روائي هو اسمه الاستاذ وفاء عبد الرحمن. فقابلته قلت له وفاء انا عايز اروح التل الكبير. التل الكبير ده اللي هو مركز تجنيد بتاعنا. فقال لي ليه؟ قلت له لما تيجي نتجند. قال لي يلا. والله هو كاتبها في روايه الحكايه دي على فكره. فرحنا رحت الشباك بتاع عايز ايه يا ابني؟ قلت له ما عايز اتجند. قال له انت معاك تاجيل. قلت له لا عايز اتجند. فطردوني. في بتشاويش اربعه طردني فانا بتخانق. شويه وحرس سلاح قائد بتاع داخل. فالمهم شويه كده وجاي واحد قال تعال تعال مش عارف ايه الراجل شافني انا بتخانق. ايوه ده منظر المشهد ده من المشاهد اللي فعلا لا يمكن انساها وهي دي اللي صنعت وجداني يعني. فخدوني زي ما كنا مقبوض عليا كده ودخلت. كان زمان الضباط مش قاعدين في مكاتب ده هنجر. صاج. ايوه انا بس عارف عارف انت بتتخانق ايه يا ابني؟ انت عايز ايه؟ قلت له عايز احارب. فجاه اللي كان عامل ده بقى فجأة لقيته قال لي ايه؟ هو بعد كده قال لي انا اول مرة اسمعها. قال لي تعالى تعالى اقعد. قلت له ممكن سيجارة؟ عايز تحارب وجاي عايز سيجارة. الراجل سيجارة وقهوة وليمون حبيبي الله يمسيه بالخير لو عايش قوي الله يرحمه يعني. والمهم نفس اليوم انا كنت عملوا لي جندوني فعلا. ورحلوني على مدرسه المهندسين العسكريين في بني يوسف هنا. مين القائد بتاعها بقى؟ الشهيد احمد حمد الله يرحمه. الله يرحمه. ايوه. وهنا بدات الحكايه. عاديت. وده شيء انت بتكلمني في شيء انا بعتبره بعتز بيه جدا جدا هو ده اللي عامل الحمد لله. وكيف كانت ذكرياتك مع الحوادث بقى؟ لا حوادث كتير. حوادث كتير. ما بحبش يعني الخط العريض فيها. الخط العريض. الخط العريض. الخط فيها. العريض ان بلدنا محتاجه لنا دايما. وبلدنا محتاجه دمنا من الاخر. ايوه. لان بلدنا حلوه وتستحق. طب عايزك تكلمني عن عمليه الكاموفلاش. لا هو كان كرئيس السادات الله يرحمه. الله يرحمه. نعرف عنه انه سياسي من الدرجة الفريدة يعني. فكان طلع نسبة كبيرة من المجندين عشان يوهم العدو ان احنا في حالة استرخاء عسكري. فأنا كنت واحد منهم. لا أنا لعبت أدوار كتيرة قوي مش لأن أنا عبقري ولا الكلام ده بس أنا كنت بعمل الحكاية دي من باب هم اللي بيختاروني. أيوه. لأن أنا حاسين إن أنا مجتهد. يعني مهما قلت لك مع يعني حاجات كده
من عند ربنا. أيوة. طيب يعني عايز أعرف كان دورك إيه في حرب أكتوبر؟ الموضوع كبير. موضوع دوري إيه؟ دوري كان أنا كنت في مش عارف إذا كان ده سر ولا مش سر يعني، كان في 46 وكان لنا أدوار كتيرة جدا. كنت مرة يعني تفاصيل كده ما ينفعش أقولها، حاجات صعبة تقولها. انما كان دور مهم جدا جدا جدا. هل كان في تواصل بين حضرتك وبين لواء يسري عماره المشهور ومعروف طبعا بانه اثر عسافيا جوري؟ لواء يسري عماره ده حكايه، يا رب يكون بيشوفنا او هيشوفنا. هو راجل شديد الجمال الحقيقه. طبعا تعرفت عليه، طبعا اتشرفت اني تعرفت عليه. لا يسري عماره حكايه جميله. شوفي، كل ابناء هذا الجيل من ضباط، صف ضباط، جنود. يعني انا في زاره مثلا خد حجز بالمعسكر بسببي، عشان قال لي يا عسكري. وكان ممنوع كلمه عسكري، تقول له يا جندي. شوف له. كان اللي هو الشاذلي الله يرحمه ما عامل كتاب كده. وبيوزع على المجندين، من ضمنها ان العسكري لازم يحس بذاته. ففي ضابط قال لي يا عسكري، قال لي انا يا عسكري. انا رحت في التحقيق لان انا عملت تصرف عنيف شويه. فقلت للقائد قال لي يا عسكري. عملت ايه؟ يعني هو لما قال لك يا عسكري كنا راجعين من مشروع والدنيا حر صيف زي الايام دي كده، فانا ما صدقت لقيت جرد الميه فبغسل وش. قال انت بتعمل ايه يا عسكري؟ راح شايط بس. ايوه هو عمل كده. حضرتك عملت ايه؟ لا عملت حاجه عنيفه السنة. ما اعرفش يعني، حاله من حالات الجنون، لان احنا ده في ناس زمايلنا كتير اتجنت، او يعني احنا كل البلد كانت مجنونه. ايوه مجنونه بانها كيف تسترد ارضها. بس مظبوط. هنروح لفاصل قصير، ومن بعد الفاصل انتظرونا مع نجم حلقتنا النهارده الفنان الكبير حمدي الوزير، وهيكون سؤالنا ليه بعد الفاصل مباشره عن رحلته او بدايته الحقيقيه مع الفن، والرحله الاخيره على عربه الجرائد من بورسعيد للقاهره ومقابلته لصلاح جاهين وكيف كانت. انتظرونا بالخط العريض بعد قليل. استاذ حمدي، الرحله بقى الاخيره واللي جابتك للقاهره واللي بدات فيها التمثيل بشكل حقيقي من بورسعيد على عربيه الجرائد للقاهره، وقابلت صلاح جاهين ازاي؟ بس ده كان لحسن حظي، يعني ان انا واقف اتفرج على الكتب على الارض كده. كان في زمان مكتبه اسمها مدبولي، مش موجوده، مش اعلان ولا حاجه. كان بيفرش كده في ميدان طلعت حرب، فانا واقف اتفرج على الكتب، برضو كتب يعني. فقابلت الاستاذ الشاعر الكبير الله يرحمه الصديق الجميل سيد حجاب الله يرحمه، ف اللي هو كاتب ما تسرسبيش الدنيا من بين ايدينا. ايه ده سيد حجاب؟ المهم ايوه اتكلمنا مع بعض، وعارف يعني ان انا ابن فلان على ابويا وكده، وخدني معاه على بيت الاستاذ صلاح جاهين على طول. كان هو رايح له طبيعي يعني. ايوه فرحت بقى الاستاذ صلاح جاهين، طبعا بسمع عنه يعني طبعا، او من ضمن الحاجات اللي كنت بعملها وانا في بورسعيد ان انا استنى جورنال الاهرام عشان ابص على الكاريكاتير بتاع الاستاذ صلاح جاهين، واقرا يوسف ادريس المقال بتاع يوسف ادريس، يعني شاب صغير حياته يوسف ادريس وصلاح جاهين. صلاح جاهين وكان بقى يومها بقى الاهرام مليان شخصيات فظيعه جدا. المهم رحنا لقيت الاتي اسمائهم. كان موجود مين عن صلاح جاهين؟ الابنودي، الشاب عبد الرحمن الابنودي. الشاب عمل دنقل. الاستاذ صلاح عبد الصبور، الاستاذ فؤاد حداد. الاستاذ وسعاد حسني وكمال الطويل. لا ما كانش لسه، لا ما كانش مش في القعده دي بعد. انا قلتهم طبعا، بس دول كانوا برافو عليك، ما هي نفس السلم. المهم يعني هو عيل صغير، دي قعده مثقفين قويه جدا. ما انا ده مش مثقفين، ده مش ده 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 دول عقول مصر. ايوه انا في رايي ان ايوه صحيح أصلاً. صحيح. فالغريبه ان انا اعرف ان في بينهم
تحفظات شديدة وكل واحد له تحفظات على الآخر يعني. إنما في القعدة كل واحد بيتعامل مع التاني على إنه الأستاذ بصدق. أيوة. لأن مثلا واحد يقول قصيدة، أمل يقول قصيدة، سيد حجابي يقول حاجة جامدة جدا، فالكل مستمع والكل يستحسن. وإنت كنت بتعمل إيه؟ ولا أي حاجة، أنا قاعد ساكت على طفل. آه. عيل صغير قاعد شايف الناس دي كلها، أنا أعرفها من خلال القراءات يعني، وبقى عيل صغير يعني. ايه اللي خلى صلاح جاهين يكتب عن حضرتك؟ انا فجأة لقيت ورقة بتترمى في وشي، الله يرحمه عم صلاح، الله يرحمه، قال لي خد يا ولد ده انت، ده انت. ورقة صغيرة، ورقة كده. كتب لك ايه؟ كتب، هو كتب لك ولا وصفك؟ انا شاب لكن عمري ولا الف عام، وحيد لكن بين ضلوعي زحام، أخرس خايف لكن خوفي مني أنا، أخرس لكن قلبي مليان كلام. عجبي. دي رباعية أيقونة ومشهورة جدا، لكن من صلاح جاهين لا حمد الوزير. احنا معانا مداخلة هاتفية مع أستاذ كبير وكاتب مهم جدا وسيناريست عظيم، الأستاذ الكبير بشير الديك. يا حبيبي طبعا. أستاذ بشير مساء الخير. يا اهلا، مساء النور، اهلا بيكم. اهلا 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 اهلا، حضرتك منورنا ومشرفنا. شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك. وبنشكرك على كل الحاجات الحلوه اللي انت قدمتها لنا. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك. معانا النجم الكبير حمدي الوزير وانا عارفه انه في كواليس كتير جمعتكم ببعض. طبعا طبعا، حمدي صديق عمر يعني. ايوه، كان في لقاء جمعكم مع المخرج الكبير محمد خان. لا مش معلش، انا دخل قبل محمد على خان. على فكره الاستاذ بشير له كتير فيا كممثل على فكره. انا بحب اسجلها برضو. يا ريت. الاستاذ بشير الديك له كتير فيا كممثل وكانسان، كانسان مثقف جدا، وانا بعتبر بشير الديك مش سيناريست. بشير الديك مفكر، مفكر كبير جدا جدا. صحيح. جدا، بعتز بيه جدا كصديق يعني. اتفضل يا بشبش، ازيك؟ ربنا يبارك لك ويخليك، الف سلامه ليك يا حبيبي، ازيك؟ حبيبي الله يخليك، على فكره. استاذ بشير، كلمني عن الكواليس اللي جمعت حضرتك بالنجم حمدي الوزير. بص، هو بورسعيدي وانا دمياطي. ولاد عم. بورسعيدي ودمياطي لازم يجتمعوا يعني، ما ينفعش ما يجتمعوش، لانه معظم البلدين جنب بعض قوي. ايوه. وامهات البورسعيديين عموما معظمهم من دمياط، من دمياط يعني. ايوه. فمش بس كده اللي جمعنا، جمعنا كمان المناخ الثقافي اللي كان موجود في هذه الفترة، المناخ المسرحي. أيوة. كمان فكرة انه السينما يعني حمدي وشه حلو سينما، وهو شخص دافئ جيد جدا، وكان اعتقد انه اول حاجة عملها كان سواق الاتوبيس. سواق الاتوبيس، ضيف في سواق الاتوبيس، اعتقد كان اسمه الضيف. ايوه، يصلح لي لو كنت انا مخطئ على فكره. لا، هو كان في سواق الاتوبيس، وكان قبليه المحاكمه. 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 استاذ حمدي، هو واضح ان هو معاه كتاب التاريخ النهارده. مين؟ برافو. أيوه. عليك، انا كنت ناسي المحاكمه خالص. المحاكمه. يقول لي بقى ايه بقى حكايتها؟ ايه حكايتها؟ حكايه ايه؟ حكايه المحاكمه. لا، المحاكمه هل كان في تفاصيل؟ لا لا خالص. في كواليس؟ مش فاهم. لا طبعا طبعا، المحاكمه دي كان اول حكايه، دي اول حاجه عملها الاستاذ بشير، لان ده حكايه، الراجل ده حكايه جامده. أيوة. جامده جدا جدا يعني. وبعدين بعد كده كان الثأر، وبعدين الاتوبيس. بس ما تعرضوش دول غير بعد سواق الاتوبيس. طب يعني. استاذ بشير، وحضرتك بتكتب اعمالك، هل احيانا بتشوف تقول حمدي الوزير يكون في الدور ده؟ لا، في الدور ده الاستاذ بشير هو اللي قدمني لنادر جلال الله يرحمه. صحيح. هو فعلا لانه حمدي وشه حلو، فوتوجينيك. ايوه، وشه فيه يعني ايه، فيه طراوه وحلاوه كشكل. طب استاذ، عايزين نطمن، هل في اي اخبار جديده؟ هل في اي كتابات في الطريق الينا؟ اي افلام، اي اعمال جديده في الطريق الينا؟ لانك وحشتنا. يا رب ياسر، يا رب ييسر ان شاء الله، ربنا يسهل باذن الله، ويبقى في عندنا مسلسل ويا رب يعجب الناس باذن الله يعني. ان شاء الله. بنشكرك الكاتب الكبير والسيناريست بشير الديك، بنشكرك ونورتنا في بالخط العريض. كان في اي تفاصيل بتجمعكم مع المخرج محمد خان؟
هو انا اتعرفت على محمد خان في مكتب بشير. أيوه. في بيته. ايوه. هو قال بص لي كده وقال لي انا عايزك تمثل معايا. قلت له لا ما بمثلش، مش عايز امثل معايا. كان خان هو الغلطه الظاهر لما المخرج يقول لك انا عايزك تمثل معايا فتقول له لا. كان حكايه جميله يعني في بيت بشير على فكره. فقلت له انا مش في دماغي خالص. قال هو كان عنده شيء من الالفه محمد. قال لا هتمثل معايا هتمثل معايا. ونزلنا انا وهو قعدنا فينا انا وهو بشير ما اعرفش على قهوه باين ولا ما اعرفش. ودخلت عملت مشهد دور بالظبط ثلاث مشاهد وفي فيلم اسمه الثأر. كان بطولة الأستاذ محمود ياسين والأستاذة يسرى. وبعدين كل ده وخلص الفيلم والناس مبسوطة. زمان بقى لأن المناخ كان جيد جدا. تلاقي مثلا مخرجين جايين يتفرجوا على الواد اللي طالع جديد. كل المخرجين وأنا أساسا مش في دماغي. مين كان من المخرجين بيجي يتفرج عليك؟ كان الأستاذ علي بدر خان والأستاذ قصدي علاء خالق كل الناس يعني. المهم يعني مثلت وأنا ونسيت الموضوع. بعد أسبوع ولا 10 أيام جاني دور تاني مع الاستاذ علاء عبد الخالق. ده كل ده مش في دماغي استمر في التمثيل. وبعدين المحاكمه بتاع الاستاذ بشير. والاستاذ نادر امال الحريف مع عادل امام. ما انا لسه جاي لك. جه امتى؟ انا ثلاث افلام وانا لغايه ما عملت سيارة اتوبيس. انا قاعد نعمل في حاجه اسمها الدوبلاج ما بتتعملش الوقت طبعا. انه ينزل لك اللوب وانت تعمل سنكرون على لبسنج كده على الحوار على الصوره. على الصوره. أنا قاعد على شمالي نور شريف الله يرحمه وجنبه بشير وخان على يمين قصدي عاطف. عاطف الطيب. على شمالي. فهم حطوا المشهد. فنور الشريف ضحك. فضحك بصوت عالي جدا الله يرحمه يعني. عاطف كان دايما هو بيشتغل كان تحس بإحساسه بيبقى التركيز في شهر. قال له في إيه نور بتضحك ليه؟ بالظبط قال له كده. قال له حسرات حمدي ناقص نط من الشاشه اقعد معانا. للدرجه دي. انا الكلمه لفتت نظري. قلت له يعني ايه؟ قال لي لا ما شاء الله حضورك طاغي. انا ساعه ما سمعت الكلمه دي قررت امثل. يعني نور الشريف الله يرحمه حس كانه انت يعني في معايشه للدور. شوف هقول لك على حاجه. في الناس الجيل ده من الفنانين اذا كان نور محمود ياسين محمود عبد العزيز احمد زكي عادل امام كل الجيل ده مش هنعوض حاجه فيه بالشكل اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي. لان الناس دي اللي انا بقول عليهم دول اساتذه كبار نجوم حقيقيين. صحيح. بمعنى النجم الحقيقي هو اللي يبقى ممارسه ونظريا وفهما وثقافه. الناس دي عايزين نرجع تاني يبقى في محمود ياسين ويبقى في نور الشريف وفي. طب انا يعني الحقيقه بما ان حضرتك عايشت كل هؤلاء. لا انا بقولها عليهم ليه كده؟ لان كل واحد فيهم بيجي اللوكيشن هو تلميذ. ايوه. عايز يعرف مذاكر خايف على الشغل. طب انا عايزه ميزه او خط عريض لكل واحد فيهم. محمود ياسين في جمله موقف. هو مره زعل مني عشان قلت لنفسك انت سالت نفس السؤال ده لما قال لي محمود ياسين قلت لهم اتمنى ان ارى حبيبي الله يرحمه الله يرحمه في شيء اتمنى ان اراه في مجموعه اعمال كده في مسرحيه كان قدمها زمان اسمها ليله مصر على الجفارة و الخيط الرفيع. قلت لهم نفسي اشوف في ليله مصر على الجفارة وفي الخيط الرفيع وقلت مجموعه اعمال هو عملها. ناس نقلوا له بقى ان انا قلت ما امثلش الا فزعل استاذ. تفرق طبعا. محمود ياسين بالنسبه لي قيمه كبيره. لان صالحته ازاي؟ لا صالحته بقى في مهرجان اسكندريه السينمائي كنت رايح اخد جايزه ولقيته واقف هو فريد شوقي بتاع. فهو كان زعلان مني قوي فقلت له على فكره انت هتزعق انا هزعق بتاع. قال لي حمود اول ما قال لي حمود خلاص قلت له انا قلت كذا 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 كذا. قال لي ده قالوا له غير كده. قلت له مش مسؤول. مش مسؤول عن اللي بيتقال. ده انت استاذ فوق دماغي طبعا. هو فعلا استاذ محمود ياسين يعني. فيش طبعا كلام. طبعا على فكره على المستوى الانساني والثقافي وكل حاجه. أيوه. استاذ محمود ياسين. نور الشريف ولدته بجانبه في سواق الاتوبيس. حلو قوي الجمله. ولدته بجانبه في سواق الاتوبيس. عادل امام. عادل امام استاذ عادل امام يعني الاستاذ عادل امام الاستاذ الكبير عادل امام. طبعا طبعا انا عملت مع الاستاذ ثلاث افلام منهم الحريف والهلفوت. انا حسيت ان انا
يعني بكبر مع قدام الناس دي حقيقي. اه الاستاذ محمود عبد العزيز. شوفي محمود ده حكايه، الله، حكايه تلقائيه وفنيه نادره. انا عملت مع الاستاذ محمود عبد العزيز الهجان، وده له حكايه، دور الضابط، ايوه عادل. وعملت دنيا عبد الجبار، انما يعني حاجه جميله. شوفي اتنين اشتغلت معاهم وانا مستجمع كل خوايا النفسيه والفنيه كلها، الاستاذ محمود عبد العزيز والاستاذ احمد زكي الله يرحمه. احنا فقدنا كتير قوي قوي الناس دي بفقدانهم حقيقي يعني. لا دول حكايات. وجمله سريعه وخط عريض عن النجم احمد زكي. احمد زكي ده برضه التركيبه، مش هقول لك اكتر من الكلمه اللي قلتها عليه، احس فعلا بانه فلاح. ريحه الارض تربط مصر في احمد زكي. طب هروح معاك لمنطقه تانية، فيلم المغتصبون، نقدر نقول ان هو ولادتك الحقيقيه؟ لا 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 خالص، يمكن ولا خبره، ولا الاوتوبيس هو؟ لا الحقيقيه سواء الاوتوبيس. انما المغتصبون ده دي مرحله تانية، مرحله تحول طبعا، لان كان بتشتغلي مع مخرج عبقري، يعني لك ان تتخيلي انك انت داخله فيلم مفيش سيناريو. مفيش سيناريو معاه في الفيلم. راجل بيخش مثلا لوكيشن عايز يصور في الاسم، يختفي ساعه. كنا بنطلع احنا كلنا وهو في ميكروباص ونروح اللوكيشن، هو يختفي ساعه، يعاين المكان ويختفي ساعه. وكان زماننا فيه بتاع كمبيوتر الكلام، وجايب معاه ورق وقلم كوبيا وكربون، فاكره الكربون؟ طبعا. ويختفي ويجي، خد يا حمدي خد يا ايمان، يوزع ورق المشهد اللي هيعمله علينا كلنا. بس انت في فيلم المغتصبون كانت البدايه خلاص الشاب المتحرش. بصي لا ما خفتش الاول؟ لا 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 ما خفتش. الشعب المصري واعي جدا، الممثل يعمل كل حاجه. أيوة. يعني انا حتى مع الزملاء الفنانين اقول له يا ابني انت بتظلم نفسك لما يقول لك الكوميديان، مش حاجه، انت لما تقول على الممثل كوميديان معناه انك بتقللي منه على طول. الممثل يستطيع، يعني لما حد يقول لي مثلا مين اللي بيضحكك؟ اقول لهم احمد زكي في البيل بواب واربعه في مهمه رسميه، محمود عبد العزيز، دول بيضحكون لانهم بيعملوا شخصيات. هنيدي ما بيضحككش؟ لا ما بيضحكك؟ لا لا لا. محمد سعد ما بيضحككش؟ محمد ممثل هايل على مستوى الكوميديا. محمد ممثل هايل جدا. اصل انا بصي انا عملت ضيف شرف مع محمد، وعلى فكره ده لا يقلل من هنيدي. أيوة. لا يقلل، بالعكس الجيل ده كله جيل هايل جدا، بس عايز ان يتحطوا في مواضيع حلوه. بس انت اشتغلت مع رامز جلال في رغده متوحشه. والله عملت رامز عشان ابوه وعشان ابو المخرج الاستاذ محمد كريم. ابو الاستاذ محمود كريم. ايوه. ورامز جلال ابوه كان صديقي، جلال الله يرحمه. طب بعيدا عن والد المخرج ووالد نجم العمل، بعيدا عن ده كنت هتعمل الدور ولا لا؟ لا بصراحه لا. ما كنتش هتعمل؟ لا 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 خالص، انا عامل مجامله، انا عايل في الحاجات دي. يعني مثلا بحس ان رامز ده ابني لانه ابن صاحبي، محمود ابني لانه ابن صاحبي. انا كده يعني جاني محمد كريم ابو محمود، كان راجل مهم قوي في حياتي وفي الحركه الفنيه. كان منتج فني قد الدنيا يعني. قال لي الواد عايزك تعمل معاه سيكونس. قلت له الواد مين؟ قال لي محمد. نفسه يلعب، بيقول هات لعم محمدي. لما يقول هات عم، قلت له يلا. فانت عملت رغده متوحشه علشان خاطر اصحابك؟ والله العظيم عشان اصحابي. وبعيدا عن اصحابك ما كنتش هتعمله زي ما قلت لي؟ لا خالص بصراحه. يعني ايوه. بس الفيلم كان دمه خفيف في السيكونس ده، بيقولوا كان حلو، انا ما شفتش الفيلم اصلا. ايوه. طيب هرجع تاني لفيلم المغتصبون. صحيح كنت بتطالب انهم يفضوا البلاتو علشان تبقى صحيح حصل. تبقى حاسس براحه اكتر؟ لا لا مش حاسس براحه، انا لان بيبقى كان في ناس، كان المشهد فيه شويه عنف شويه، وكان في شباب صغير، وحسيت ان في نظرات مش مريحه. فمعانا زميله استاذه ليلى قالوا يعني، فحبيت ما حدش يجرحها. فعملتوا مينيمم كرو؟ عملنا، كان موجود فيه الاستاذ مدير التصوير، كان اعتقد الاستاذ طارق التمساني اعتقد، ايوه، الاستاذ سعيد مرزوق والمساعدين طبعا
لان الحاجات دي بتبقى محتاجه شويه حرفنه شويه تركيز. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى يعني هقول لك على حاجه. هقول لك مثلا مش المغتصبون ده كان من اكبر قضايا العنف ضد المراه؟ صحيح. هل في شط جارح؟ حتى العنف اللي انا مارسته مع ليلى علوي مفيش. ليه بقى؟ لان في مخرج واعي. ايوه. يحط الكاميرا ازاي ويحط الزاويه ازاي ويحط، وفي ممثل واعي ايضا وفي ممثله واعيه. ليلى مش قليله يعني، شاطره جدا جدا جدا. اتفرج على الفيلم رغم انه اسمه المغتصبون، بس مفيش فيه شط خارج ولا جارح لحياء الاستاذه ليلى علوي. ليلى علوي. طيب يعني في فيلم التخشيبه قدمت دور صعب جدا، والحقيقه اللي يشوف ويتابع فيلم التخشيبه وهو كان بطوله الجميله نبيله عبيد والاستاذ الكبير احمد زكي وحضرتك، هيكتشف ان الابطال الحقيقيين هو حضرتك ونبيله عبيد. انت ما خفتش بجد من فيلم التخشيبه؟ يعني كل ما اشوف الفيلم ده ازعل منك قوي. التخشيبه ده جهزت له ازاي الفيلم ده يا استاذ؟ انا كرمت في اماكن كتير جدا على الفيلم التخشيبه. ايوه. الفيلم ده انا حطيت فيه كل طاقتي الانسانيه، لانه كان معمول، ما اعرفش انا قدري ان انا اشتغل في ظروف، كان ابويا الله يرحمه ميت بقاله اسبوع. في فيلم التخشيبه. ما كنتش انا قاعد معتكف في البيت يعني، فجاني الاستاذ عطف الطيب في البيت يعزيني، وكان طبعا سايب دقني وقاعد في البيت، ما مش عايز اقفل على نفسي، لان كان علاقتي بابويا الله يرحمه كانت علاقه خاصه جدا جدا، علاقه روحانيه كده يعني. الله يرحمه. لقيت عاطف داخل، المهم معاه ورق معاه سيناريو. انت عامل في نفسك كده ليه؟ بتاع ايه؟ قوم تعالى. راح شاردني من بتاع ومدخلني اللي احلى دقنك. عاطف الله يرحمه ده كان حكايه اساسا، حكايه انسانيه. قال لي خد، انا رايح للاستاذ بشير. بشير كان ساكن جنبي على فكره. هروح هفوت على بشير واجي لك تكون قريت الفيلم ده. اول ما قريت فيلم التخشيبه. ما انا لسه جاي لك. فانا هو سال وقال، فقال لي مدام يعني انا عايز اكل ارجع اعملوا لي اي حاجه كده. ما احنا بقى اصدقاء من ايام سواق الاتوبيس بيجيني واروح له حاجات من المهم. فقريت انا قلت ايه اقرا كده شويه، قريت نفسي قاعد مشهد قعد مشهد مشهد. خلصت الفيلم وهو جه. اي مين يعمل دور فلان؟ اللي هو اللي انا عملته. قلت له فاروق الفيشاوي. يعني هو سالك الدور ده مين يعمله فقلت له فاروق الفيشاوي. قال لي ضحك. قال لي لا انت. انا ما حدش كان بيفكر فيها في الفيلن، لان انا كنت عامل سواق الاتوبيس الولد الطيب الطيب. هو كان عاطف بيبص له بس زي بشير كده. ايوه. ان انا اكتر مش شكله ولا بتاع زي ما قال لك بشير كده. ممثل يستطيع انه يعمل كل حاجه. تمام. اللي يعمل سواق الاتوبيس يعمل المغتصبون. قال لك ممثل كويس. قال لك ايه عاطف الطيب؟ قال لي لا انتوا. قلت له طب مين المحامي؟ قال لي احمد زكي. انا سمعت كلمه ومين الست؟ قال لي نبيله عبيد. ف حصل بقى ان رحنا، رايح اول يوم تصوير كان في اسم الموسك، وانا رايح مفيش في تاكسي يعني مش فايق. ابويا ميت، ابويا يعني. بس فلقيت احمد زكي واقف هو المأمور على باب الاسم. احمد كان شويه لاسع. ايوه لاسع الفنان الجميل يعني. طبعا. قال لي بص في دور بعد عمرك. ساب المأمور واقف بعد كده في الدور. ولكن فعلا التخشيبه كان دور عمرك الى حد كبير. ما هو لما يبقى بص يعني ما يبقى متوفر سيناريو جيد، الله يرحمه الاستاذ وحيد حامد ومخرج كبير لعاطف الطيب. مخرج كبير لعاطف الطيب. على فكره ده كان تاني فيلم، تالت فيلم لعاطف. بس ايوه ممثلين زي زكي واحمد زكي وزي نبيله. نبيله كانت سوبر ستار طبعا، وما زالت يعني ربنا يديها الصحه، بس ما كانتش عايزاني في الفيلم ده على فكره. ما كانتش عايزاك نبيله عبيد. ليه نبيله عبيد ما كانتش عايزه حمدي الوزير في فيلم التخشيبه؟ ما كنتش تعرفني. قالت لي الكلام ده. تعرفنيش اياميها. فخافت. مع ان اول انتاجها بعد التخشيبه كان احد ابطاله مين؟ حمدي الوزير. ايوه ايام في الحلال طبعا.
ده هنتكلم عنه في الجزء اللي جاي، لكن عايزه اقف سريعا عند التخشيبه وتقول لي كان في دايما مشهد انها بتقرصك او بتعذبك. انا لسه هقول لك بس يعني وده عمل كوميكس. لا انا جيت قاعد في مكتب مباحث كده في الاسم مع نفسي وقاعد ابص في السيناريو، لقيت عاطف دخل عليا هو جايب معاه جرنان. ايوه قال لي خد اقرا المقال ده. فقريت كان ده في صراع بين الاستاذه نبيل عبيد والاستاذه ناديه الجندي. ايوه جايبين حاجات قالتها الاستاذ نبيل عبيد. من ضمن الحاجات انها ما كانتش عايزاني وعايزه فاروق الفيشاوي اللي انا رشحته اللي انت رشحته في الاول. عتبت عليها؟ بس لا خالص. ولا فحصل يعني ايه جاء عاطف لما انا قريت الكلام دخل قال لي قريت الكلام قلت له بس اوعدك يا عطوف هاخد كل الجوائز بالفيلم ده بالدور ده. حصلت على اي جائزه بفيلم التخشيبه؟ كل الجوائز. ايوه طب انا هقول لك على حاجه بقى في مصر وخارج مصر بالتخشيبه على فكره. طيب في الفتره الاخيره ظهر كده كوميكس هزار بيجيبوا نبيل عبيد وهي كانت ربطاك في الكرسي وبتقرصك في رجليك وقال لك يا سلام هو ده التعذيب، ولو ان يا جماعه اللي يشوف الفيلم هيلاقي منتهى التعذيب. طب شفت الكوميكس دي ازاي؟ شفتها عادي. انا ما بصي انا مدرك تماما ان هذا الجهاز او الخدمه او الاوبشن اللي بيسموه التواصل الاجتماعي اصبح فرقه اجتماعيه بيعمل، لان في ناس وظيفتها انها تدمر هذا المجتمع. ايوه بايه؟ بالقيل والقال وبتاع. طب هو شاف الفيلم عشان لا الفيلم معمول جيد جدا، مخرج جيد جدا، سيناريو جيد جدا، بتورثنا هي كتفاني. ايوه واظن عددتني بالسكينه وحطت السكينه على النار وعملت حاجات صعبه يعني. الراجل اللي كاتب الكوميكس ده يشوف الفيلم وبعدين يتكلم بس. ايوه يعني تخيلي انك انت تقوم من الصبح تلاقي ناس بتسب بعض وناس بتعمل بعض. طب سريعا بعد عرض الفيلم ونجاحك الكبير في فيلم التخشيبه، نبيل عبيد قالت لك حاجه؟ من جمعيه الفيلم واللي مطلعنا على المسرح الله يرحمه احمد زكي. الله يرحمه. مع ان هو البطل على الافيش. هو اللي مطلعني ياخد جايزه وجايزه تمثيل. فلقيت صوت من ورايا استاذ نبيل عبيد حمدي قالت لي احنا بنعمل فيلم استاذ حسين كمال. طبعا حسين كمال ده حكايه صحيح. فقلت لها يا سلام لا اله الا الله. قالت لي يا اخي ما كنتش اعرفك. انتظرونا بعد فاصل قليل ومستمرين مع النجم حمدي الوزير وهنشوف حكايه المخرج الكبير حسين كمال. حمدي اهلا بيك. اهلا بيك وسهلا. فيلم ايام في الحلال ده كان انتاج نبيل عبيد اللي كانت رفضت وجودك في فيلم التخشيبه وبعدين قالت لك وانت بتتكرم انت هتكون معايا في ايام في الحلال. هو مش رفض، هي الاستاذه نبيل لانها ما كانتش عارفه. قالت لي ما كنتش اعرفك. دي نمره واحد. نمره اتنين، طب من طبيعي جدا ان في ناس بتحب تشتغل مع ناس. أيوه. ده طبيعي يعني. أيوه. يعني انا النهارده مثلا لو قالوا لي تشتغل هقول لهم نبيل عبيد لان انا نجحت مع نبيل عبيد مثلا. أيوه. يعني او فلانه يعني. انما ده مش نقطه ضعف. احنا بعد كده اشتغلنا في ايام في الحلال واشتغلنا مع بعض الغرقانه. ايوه بس مش انتاجها يعني. ايوه فهي ما كانتش ايام في الحلال ده كان حكايه كبيره. والمخرج الكبير حسين كمال لازم يبقى في 100 خط مع حسين كمال. جدا طبعا. ده حسين كمال. حسين كمال الشيء من الخوف. بصري بس بص في ناس اهم ما يميزه كمخرج في الكواليس. لا ده لا حاجه. قاعد الراجل قاعد في الاستوديو كواليسه عامله ازاي؟ كواليسه قاعد على باب الاستوديو معاه بومبوني او يخلي حد يخش شوكولاته الفنان يجي يديله شوكولاته. والله مره مثلا وقف تصوير ليه بقى؟ ما عجبوش مشهد عيد ميلاد نبيل عبيد فما عجبوش الورد مش فريش لغى تصوير فيلم. لا راجل دقيق وراجل بيحب السينما بيحب الفنان بيحب فن التمثيل كمان. لا حاجة مرة مثلا في شوت هو عامله ان انا المفروض ضابط الشرطة. ايوه ضابط مباحث اخو نبيل عبيد ونبيل عبيد متجوزة مصطفى فهمي وبتحب محمود ياسين. محمود ياسين هو الراجل اللي هو دوري انا يعني عايز
بيفاجئها في البيت. ايوه لانه بتاع مباحث كل شغل. شوف البنى الجميل ان هو بتاع مباحث، ظابط مباحث. فالمفروض في بيت اختي يعني هي، فبيضرب بقى التليفون، كرس التليفون، فبتيجي من مد ايدي، فانا بخطف البتاع عايز اعرف مين ف زي زمان كلنا ما كنا بنعمل يعني نقول مثلا محمد موجود اي حاجه يعني. ايوه فسمعت صوته، فالمفروض المؤلف كاتب لا النمره غلط. حصل تعديل؟ لسه جاي لك. ف بنصور، فانا رحت مادد ايدي على التليفون بسرعه قبل ما تمشي، رحت بس لها. فبدل ما اقول لها قلت لها غلط، النمره غلط. اه دبل مينينج يعني. فهو كيف ابو حسين كان الشوط ده كان وان شوت بقى 12 شوت. يا خبر من خدي بسرعه طبعا البصه ما اعرفش. ما كانش بيزعجك فكره انك دايما بتقوم بدور الشرير؟ لا ابدا. طب وانت بقى بتختار شريكه حياتك ما خافتش منك انك تكون شرير؟ لا انا اتجوزت قبل ما امثل اصلا. اتجوزت بدري. جدا. لا يعني بصي انا ما بيهمنيش حاجه في الكلام ده، بمعنى ايه خاف الجمهور يزعل مني او الناس. هو فعلا في ناس بتزعل، ناس بتصدق. يعني لدرجه ان هقول لك على حاجه تضحك. الممرضات في المستشفى الممرض وانا بعمل عمليه في الاول كانوا بيخافوا يتعاملوا معايا. كانوا قلقانين من حضرتك. قلت لهم ايه؟ ولا اقول حاجه ولا انا ولا دي يا جماعه انا تعبان مش انا عيان يعني. لا 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 الممرضات خايفين يتعاملوا معايا. خايفين يتعاملوا. هم ما قالوش الكلام ده. بس انا بحس يعني وهي داخله ايه ده ايه ده يعني. طب ده ما اثرش على حياتك الخاصه؟ لا 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 خالص. كان مره هروح في داهيه قلتها الكلام ده قبل كده. كنت داخل احد الفنادق كبيره يعني، فالناس السكيورتي اللي على الباب ذوقيا يعني الراجل جاي يوصل، ودي من عند ربنا، يوصلنا للاسانسير. من احد السكيورتي يعني حارس. وراح طالب الاسانسير وانا واقف، الاسانسير فتح، جاي ادخل فلقيت واحده بين نوته كده راحت مصرخه وخارجه من الاسانسير جري. انت متخيله لو مش الراجل ده مش معايا كان حصل ايه؟ كانت فاهمه، كانت الناس هتصدق. كانت فاهمه الموضوع صعب قوي. يعني مثلا انا حمدت ربنا ان معايا واحد شاهد. ايوه انا ما عملتش حاجه، انا معايا شاهد. لا لا ناس طايره يعني. هل في موقف جمعك مع زوجتك؟ موقف لا لا الحاجات دي مع يعني ناس فاهمين قوي كويس، وفي ناس الناس اللي فاهمه والناس المثقفه والناس المستنيره عارفين ده كله ده تمثيل. تمثيل طبعا. طيب علاقتك باخوك الفنان الكبير عبد الوزير، انتوا الاثنين شخصيتين حتى ادواركم كانت بعيده عن بعض. كلمني عن علاقتكم الشخصيه. لا علاقه اخويا الصغير. لا لا يعني كنت بتشوفه ازاي كممثل؟ عبده كان ممثل كويس جدا. جدا جدا يعني. عبده اولا كان خريج مع، انا دخلت المعهد واتخرج من المعهد وممثل هايل. كان هو طالب كان ممثل وله ادواره والناس حبته فيه، وكان ممثل هايل جدا جدا. طبعا هو بيمثل معايا طفل بس يعني. كيف استقرت الحياه واستقامت شاب ودايما كان يعمل كل ادوار الشقاوه والشخصيات الفاسده ووصولا للتحرش والاغتصاب؟ تصوري بقى عمري ما كان ممكن ابقى معجب بواحده مثلا، انما عمري ما عكست واحده. ما تعرفش تعاكس واحده؟ ما اعرفش، مش ما اعرفش يا جماعه. المراه دي شيء جميل عبقري. المراه دي هي الام والاخت والحبيبه والزوجه والخطيبه، فكيف مرضت ده عنف؟ انا يعني المراه عندي شيء محترم جدا جدا. أيوة. ولا يجب ان الواحد يعني يخترق خصوصيتها. استاذ حمدي قبل ما اسيب حضرتك وحلقتنا خلصت، لكن قبل ما اسيبك حابك توجه كلمه لجمهورك بالخط العريض. بالخط العريض اشكركم جدا جدا، لان انا لقيت مظاهره حب رائعه جدا تخليني بفكر بعيد تفكيري في حاجات كتير قوي قوي قوي. وانا بشكركم جدا على قلقكم وتعليقاتكم من خلال التواصل الاجتماعي واتصالاتكم بيا، ويا رب يا رب يا رب يقدرني واكون عند حسن ظنكم. شكرا.
نورتنا وشرفتنا يا استاذ. شكرا. بالخط العريض اضفت لينا خط عريض مهم جدا لبرنامجنا النهارده. العفو، اشكرك جدا جدا. وفي الختام مشاهدينا، استضفنا اليوم نجم من طراز خاص جدا، امتعنا بادوار الشر اللي قدمها والشخصيات الفاسده اللي جسدها والنماذج المشوهه اللي الحقيقه قدمها ببراعه. بالاصاله عن نفسي والنيابه عن حضراتكم، بوجه كل الشكر والتقدير والمحبه للنجم الكبير حمدي الوزير، اللي فتح لينا عقله وقلبه في حوار خاص وجريء جدا كشف خلاله محطات اثرت في مسيرته بالخط العريض. الحقيقه تمنياتنا دايما طول الوقت بوافر الصحة ومزيد من الأعمال الفنية الجديدة الرائعة من نجمنا الكبير. بالخط العريض بودعكم مع تمنياتي لحضراتكم بسهرة سعيدة وصحبة مبهجة. أشوفكم الجمعة اللي جاية على كل الخير. مع السلامة.